إليكم إلى نشرة الرابعة. قال التحالف الدولي أن قواته موجودة في العراق بناء على دعوة رسمية من بغداد، موضحا أن الدور الذي يقوم به العسكريون غير قتالي. قائد عملية العزم الصلبة الجنرال ماثيو ماكفرلاين أضاف في تصريح للصحفيين أن التحالف يمضي وقته في تقديم المشورة والمساعدة في توفير المعدات المطلوبة لقوة الأمن العراقية وضمان تمتعها بالقدرة على تحمل الأدوار القتالية، مبينا أنها تواصل إحراز تقدم في هزيمة داعش الإرهابي. قال رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن الحكومة تضع ضمن أهدافها ومسؤولياتها استدامة التقارب والتلاقي الفكري والإنساني بين جميع العراقيين. وخلال استقباله بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم مار إغناطيوس يوسف الثالث، أكد السوداني أن سعة التنوع في أطياف الشعب العراقي وتحولها إلى مصدر قوة وانفتاح ثقافي هو ما يعزز تلاحم أبناء هذا البلد من كل الأطياف، مرحبا برغبة مجلس الأساقفة بالانعقاد لأول مرة في العراق في دورته لهذا العام. من جانبه أكد البطريرك أن محاولات الفتنة الأخيرة بازدراء الأديان والاعتداء على الكتب السماوية لا تمثل إلا نفرا ضالا، ويتوجب على المجتمع الدولي كبح هذه الأصوات المسيئة التي تزرع العداء والكراهية. أكد رئيس الوزراء أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين العراق والجزائر. بيان حكومي ذكر أن السوداني أوضح للسفير الجزائري لدى بغداد جهاد الدين بلكاس أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات. من جانبه أكد بلكاس رغبة الحكومة الجزائرية في توطيد أواصر العلاقات والتعاون في مختلف المجالات الثنائية بين البلدين الشقيقين. أعلنت شركة دي أن أو النرويجية استئناف إنتاج النفط من حقل طوكي في إقليم كردستان الشهر الماضي، بعدما أغلقت تركيا في آذار الماضي خط أنابيب التصدير إثر كسب بغداد قضية تحكيم في غرفة التجارة الدولية. وكالة رويترز نقلت عن الشركة قولها أن الإنتاج في حقلها الرئيسي يصل إلى 40,000 برميل نفط يوميا، بينما لا يزال حقل بشكبير مغلقا، فيما أشارت إلى أنها أنتجت النفط للسوق المحلية بسعر مخفض مع استمرار إغلاق خط التصدير الرئيسي. وكانت الشركة النرويجية سجلت خسائر تشغيلية بلغت 15 مليون دولار في الربع الثاني من العام، بينما كانت أرباحها تصل إلى 81 مليون دولار قبل عام من تراجع إنتاجها الإجمالي إلى أقل مستوى في 13 عاماً. بلغ سعر الصرف داخل السوق الموازي في بغداد وبقية المحافظات 153 ألف دينار لكل 100 دولار. شبكة مراسلي يو تي في أفادت بأن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعا أمام الدينار في البورصات الرئيسية ببغداد وفي إقليم كردستان، فيما سجل البنك المركزي العراقي اليوم بيع أكثر من 34 مليون دولار دينار عبر نافذة العملة النقدية بفارق نحو 4 ملايين دولار عن يوم أمس. قال محافظ البنك المركزي علي العلاق أن احتياط العراق من الذهب يبلغ 132 طنا. وأشار العلاق في تصريح صحفي إلى أن الحديث عن دخول 14 مصرفا أجنبيا للعراق غير صحيح، مبينا أن البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية. وفيما لفت إلى أن هناك توجها للحصول على الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة، نوه إلى أن المركزي يطلب الحكومة 46 تريليون دينار، 30 تريليونا منها في الحكومات السابقة. قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي أن خطة زيارة الأربعين ستنفذ الأسبوع المقبل، فيما أكد تحديد مسؤوليات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى تحت إمرة قيادة عمليات كربلاء، لافتا إلى أن الخطة لهذه الزيارة تختلف عن السنوات السابقة. الآن احنا في بداية التوقيتات الأخيرة وبدأت الزيارة تقترب لدخول الزوار إلى محافظة كربلاء في 10 أيام الأولى من شهر صفر. ناقشنا آخر الاستعدادات الأمنية، ناقشنا تقسيم وتوزيع المسؤوليات على طول محاور تنقل الزائرين. هذه الزيارة راح تختلف الخطة الأمنية عن باقي السنوات السابقة،
حددت مسؤوليات لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، وكان هناك تحديد لهذه المسؤوليات تحت إمرة قيادة عمليات كربلاء، وأيضا حددت مسؤولية لقيادة الشرطة وباقي التشكيلات الأخرى. ناقشنا أبرز التحديات الأمنية والتحديات اللي تهم أو تهدد الزوار. ناقشنا أيضا التنسيق مع المحافظات المجاورة، وكان بحضور نواب المحافظين في محافظات بابل والنجف وبغداد والمحافظات الفرات الأوسط. أجهزة ومعدات حديثة اعتمدها العراق في منفذ الشلامشة الحدودي مع إيران للكشف عن المخدرات وحامليها. البلدان اتفقا مؤخرا على رفع مستوى التنسيق الأمني لضبط المنافذ، وخاصة عند المناسبات الدينية، وسط إشراك 150 امرأة مدربة في تفتيش الوافدات. العراق وإيران يرفعان مستوى التنسيق الأمني لضبط المنافذ الحدودية البرية في أوقات المناسبات الدينية لمنع حالات التهريب غير المشروعة. وزارة الداخلية أعلنت تعزيز منفذ الشلامشة الحدودي بمعدات حديثة للكشف عن المخدرات وحامليها، كما استحدثت شعبا خاصة في المعابر لتعقب مهربي وتجار المخدرات من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية مع إيران، بعد أن صار يفيد عبرها إلى العراق جنسيات أخرى كالباكستانيين والأفغان. هناك تنسيق عالي المستوى مع الجانب الإيراني بهذا الخصوص، وعندنا وسائل إن شاء الله حديثة ومعلومات استخبارية لكشف التجار والمادة المخدرة. ما عندنا خطوط حمراء على أي تاجر، وهناك استحداث جديد لشعب المخدرات داخل المنافذ الحدودية، وهناك تنسيق عالي المستوى مع هيئة المنافذ الحدودية. نعم، هناك أجهزة تم إرسالها من المديرية العامة اللي هي فحص المادة المخدرة والمتعاطين. كما تم الاستعانة بأكثر من 150 امرأة، وأخضعنا لدورات أمنية ليتولين مهام التفتيش في المنافذ الحدودية لمنع دخول أي مواد ممنوعة إلى البلاد. توفير المتطوعات، المفتشات، هؤلاء النسوة سوف يخضعون إلى تدريب خاص من خلال الأجهزة الأمنية في قيادة شرطة البصرة، إضافة إلى جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية منافذ الحدودية في محافظة البصرة. ولذلك كان عمل المفتشات النسويات بهيئة شفتات، ثلاث شفتات لمدار 24 ساعة. العراق أعلن رفع من تحوطاته في المنافذ الحدودية لتقويض الأنشطة المخالفة للقانون، فيما تتحدث الشرطة عن ضبطها أسبوعيا نحو 5 كيلوغرامات من المخدرات بعد التصادم مع تجارها ومروجيها. مديرية المخدرات نشاطاتهم متميزة، كل أسبوع حوالي تفوق 5 كيلو أو 2 كيلو مخدرات صادموا ويا تجار المخدرات أكثر من مرة، وتم قتل بعضهم وإلقاء القبض على الكثير من تجار المخدرات ومتعاطيها. يتطلع العراق إلى تعاون دولي لمكافحة المخدرات لما تمثله من تحدي أمني عقب تحولها إلى تجارة عابرة للحدود تديرها شبكات متعددة الجنسيات. الجهود التي يبذلها العراق بالشراكة مع جيرانه لتجفيف منابع المخدرات وضرب واعتقال تجار ومروجي هذه السموم، لعله يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة التي فتكت بالمجتمع. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة. يعاني أهالي الموصل من انتشار أكثر من 40,000 كلب سائب تسببت في مئات الإصابات في الشهر، بعضها مميت، آخرها الطفلة أسينات التي فارقت الحياة إثر عضة كلب. والصحة في المحافظة تؤكد أن اللقاحات التي تصل من الوزارة لا تكفي. أسينات طفلة في عامها السادس فارقت الحياة بسبب عضة كلب سائب، خبر استفاقت عليه الموصل وأحدث ضجة كبيرة في المدينة، وخاصة أنها ليست الحالة الأولى فقد سبقتها وفيات كثيرة. أكثر من 40,000 كلب سائب تنتشر في شوارع الموصل، والجهات الحكومية عاجزة عن مواجهة هذه القطعان. مو بس بنتنا، اذا اقول لك مئات الحالات ها مال الكلاب
وهسه كثران قاعد تكثر. يعني هنا قبلها بالعبور هجمنا على بيتها 5-6 كلها بضعنا، ورا بنتنا هم نفس المحله ورانا هم 3-4 جابوا المستشفى، راحوا المستشفى علاج ماكو، لقاحات ماكو. تسجل نينوى هجمات يومية لكلاب سائبة على مواطنين من مختلف الأعمار وخاصة الأطفال، فالإحصائيات الرسمية تشير إلى تسجيل نحو 300 هجوم للكلاب السائبة في الشهر بعضها مميتة، في وقت لا تمتلك فيه مستشفيات الموصل أدوية أو لقاحات لهذه الهجمات. الحالات اللي استقبلتها المستشفى في الشهر الماضي تجاوزت 140 إلى 150 حالة، وعموم الحالات في محافظة نينوى حوالي 300 حالة. الموصل واللقاحات التي تصلنا من وزارة الصحة هي أعداد لا تكفي لكثرة الحالات التي تصل إلى المستشفى. منذ أكثر من عامين والمواطنون في الموصل يطلقون نداءات للجهات الحكومية وخاصة المستشفى البيطري وبلدية الموصل لتخليصهم من الكلاب السائبة التي تنتشر بقطعان كبيرة في الأحياء السكنية، لكن تلك النداءات لم تلقى أذانا صاغية. اليوم تقريبا من 15 حالة احنا اجتنا واحنا مخلصين من البارحة، حولناهم على بن سينا وحولناهم على يعني مستشفى الحمدانية. والله احنا نطالب يعني بس توفير اللقاح يعني لا اكثر ولا اقل، لانه الناس خطيه تعبانه، واكثرهم يعني هو اصلا متوفر بالصيدليات الخارجيه، وحتى لو متوفر غالي. مع قرب بدء العام الدراسي واستعداد اكثر من 1,000,000 تلميذ وطالب للتوجه الى المدارس، باتت الحاجه ملحه الى تنظيم حملات لمكافحه الكلاب السائبه. من الموصل محمد سالم، يو تي في. مركز هو الأول والوحيد في كركوك للحيوانات الضالة يوفر ملاذا آمنا للمريضة منها والمصابة بعد أن تخضع لعلاجات في عيادة متخصصة. مبادرة فريدة من نوعها في كركوك يشرف عليها طبيب بيطري لمعالجة عدد لا يحصى من الحيوانات الضالة في المحافظة منذ 2018. يأخذ مهند حسن 20 متطوعا على عاتقهم عمليات البحث عن الحيوانات المريضة والمصابة في شوارع المدينة لإحضارها إلى مركز خاص بهم والتكفل بعلاجها ورعايتها مجانا. طبعا تقريبا نعمل على الاستجابة لكل طلب يأتي إلى مركزنا لمساعدة الحيوانات الضالة، ولا نفرض أي رسوم مقابل الخدمة التي نقدمها، حيث تستقبل عيادتنا يومياً من 5 إلى 12 حالة طارئة غالبيتها بسبب الحوادث المرورية. ويقدم المركز برنامجاً شاملاً لرعاية القطط والكلاب والطيور، وهو مجهز بعيادة وصيدلية وغرفة أشعة وقسم جراحي. منذ سنين أتتبع الحيوانات الضالة والمضروبة والمريضة التي تحتاج إلى دعم، وأخذها إلى مراكز إعادة التأهيل لمعالجتها ورعايتها. 5 سنوات مرت على تأسيس المشروع، وقد تطور ليصبح أكثر من مجرد منشئة لإعادة التأهيل، فهو الملاذ الآمن الأول والوحيد في كركوك، بل أصبح بمنزل فندق للحيوانات التي تخضع لعلاجات طويلة الأمد. لم يبقى في ديالى من الأراضي الزراعية سوى أقل من الربع، وهي تصارع من أجل البقاء في مواجهة توسع الأبنية والتصحر وكذلك الإهمال. يوما بعد آخر تتقلص الأراضي الخضراء في ديالى. المساحات الزراعية تقدم تدريجيا على حساب توسع الكونكريت والتصحر، إذ بلغت البساتين المجرفة مؤخرا أكثر من 4,000 دونم. المساحات التي تضررت من خلال التجريف والحرائق والعمليات الإرهابية تقد بمجموع أكثر من 4,000 دونم، نتوقع أن تصل المساحة إلى 10,000 دونم فيما إذا بقت الحكومة لم تحرك ساكنا. تتجاوز الأراضي الزراعية في ديالى 3 ملايين دونم، فيما تقول مديرية البيئة إن نحو 500,000 دونم منها تصارع للبقاء ومهددة بالتصحر الآن لأسباب في مقدمتها التوسع العمراني وبناء المنازل عشوائيا، فضلا عن الجفاف والتغير المناخي والإهمال الحكومي.
بلغت الأراضي المتدهورة لهذه الأسباب حوالي 500,000 دونم من مجموع الأراضي الزراعية والبالغة حوالي 3,000,000 دونم. احنا نناشد الجهات المعنية بتطبيق القوانين الصارمة تجاه المتجاوزين على الأراضي الزراعية والبساتين ومعاقبة المجرفين للبساتين. خبراء في البيئة يتحدثون عن أضرار أخرى لخسارة الأراضي الزراعية وانحسارها بنسبة 75% مقارنة بالسنوات الماضية. من هذه الأضرار ارتفاع معدلات العواصف الترابية ودرجات الحرارة في مناطق ديالى. ومع ذلك تستمر التحذيرات من تحول المحافظة الشهيرة بزراعتها وبساتينها إلى منطقة متصحرة في حال لم تتخذ إجراءات فاعلة تسهم على الأقل في الحفاظ على ما تبقى من المساحات الخضراء. علي العنبقيو تي في ديالا. فاز مراسل يو تي في أحمد مؤيد بالمركز الأول عن فئة التقارير التلفزيونية التي تناولت أزمات المياه وتغير المناخي في العراق ضمن ورشة إعلامية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع مشروع ظماء العراق. الورشة التي استمرت 3 أسابيع شارك فيها معظم القنوات العراقية بما فيها التلفزيون الرسمي وحضرها وزراء الموارد المائية والصحة والثقافة بالإضافة إلى وزراء سابقين وخبراء دوليين من الأمم المتحدة وجامعة بغداد. التقرير الفائز للزميل أحمد مؤيد يناقش خطورة الوضع المائي للعراق والجفاف الذي يضرب البلاد وتأثيراته في الزراعة والهجرات السكانية المحلية بحثا عن مصادر أخرى للمياه. الفائز الأول بجائزة التقارير التلفزيونية زميل أحمد مؤيد من قناة UTV الفضائية. طبعا للامانه اللجنه في التقارير التلفزيونيه واجهها صعوبه لانه الكثير من التقارير متقاربه جدا وكان ربما تفاضل درجه او درجتين بين تقرير لانه احنا خلينا 5 معايير كل معيار عليه 20 درجه. UTV تعيد عرض تقريرها الفائز والمنشور في 6 من أيار الماضي والذي يتحدث عن أزمة المياه والتغير المناخي في العراق وخطورته على المواطن والثروات الطبيعية. نتابع. ما يزال البحث جاريا عن حلول لاحتواء أزمة المياه وجفاف نهري دجلة والفرات، ملف رئيسي تعهدت الحكومة بإيجاد حل يحد من تأثيراته. مسؤولون حكوميون أعلنوا خلال مؤتمر بغداد الثالث للمياه استمرار المباحثات مع دول المنبع والسعي لضمان حصة مائية عادلة وتقاسم الضرر الناتج عن التغيرات المناخية. ملف المياه وشح المياه هو واحد من أهم أولويات الحكومة العراقية المدرج ضمن برنامجها الوزاري. مؤتمر اليوم بالتأكيد سيضع سياسة جديدة، خطة جديدة للتعامل مع دول الجوار مع بقية دول العالم. السيد رئيس مجلس الوزراء أكد على هذا الملف. أيضا كان هنالك دعوة لدول الجوار لانفتاح، تكون هنالك لجان شكلت على الأحرى، هذه اللجان متواصلة مع دول الجوار وبالأخص الجارتين تركيا وإيران في موضوع فتح المباحثات وآلية جديدة للإطلاقات المائية للعراق وزيادتها. الغاية من المؤتمر إيجاد حلول لأزمة المياه وفتح نوافذ تفاوض مع الدول المجاورة ذات التأثير المباشر على مياه العراق، فضلا عن وضع خطط للتحاور مع بقية دول العالم بشأن تحديات المناخ. المسؤولون في وزارة الموارد المائية يقولون إن للوزارة أولويات في توزيع المياه، وعلى رأس تلك الأولويات مياه الشرب وهي مؤمنة بالكامل، لكن مياه الإرواء تحتاج إلى استبدال الري الجائر بتقنيات حديثة. الأزمة في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تأمين إطلاقات ماء من دول الجوار، الماء تكون منصفة وتحفظ حقوق العراق التاريخية بذجوال الفرات والحقوق العراق التاريخية والجغرافية بذجوال الفرات وتحفظ العراق دولة منصب لنهر ذجوال الفرات. والأمر الآخر هو يعني التوجه نحو أساليب الري والزراعة الحديثة داخليا.
ويحل العراق في المرتبة الخامسة بين أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية، وانعكاسات ذلك باتت واضحة على القطاع الزراعي بدلالة خروج محافظات كاملة من الخطة الزراعية في السنوات الأخيرة. أحمد مؤيد، UTV، بغداد. نشرة الرابعة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.